اوكي، مبدئيا انا عندي موضوعين. الموضوع الاول كيتعلق بالموهبه اللي عندي، موهبه الرقص والغناء، والموضوع الثاني غيكون في الجزء الثاني من اللقاء. اول شيء، انا من يعني من الصغر ديالي كنشوف راسي قبل ما يكونوا الهواتف الذكيه، كان غير التلفاز ولا البارابول. ديما انا عندي ميول للقنوات اللبنانيه، مثلا بحال ال بي سي، ال بي سي لبنان. كيعجبني تيدير الفاشن، كانوا كيديروا مسابقات ميس لبنان، كيديروا برنامج هزية نواعم، برنامج ديال الرقص. السبب اللي خلاني انه نفكر انه ولوج مجال الفن هو انه فايت لي انا خدمت في دومينات من غير مجال الفن، طبيعي الحال دومينات عاديين، ولكن ما كنلقاش راسي فيهم، ما كنلقاش راحتي فيهم. لقيت انه ما كاينش محسن وما كاينش محلى من ان الانسان يشتغل في حد دومين، يكون في كيخدم بالموهبه ديالو. الجزء الثاني غندوي على موضوع مؤخرا تقريبا شي 20 يوم شفنا واحد المقابله في قناه ربما سعوديه، شفنا بلقيس فتحي كتكلم على الفستان الزفاف ديالها. قالت بانها عندها رغبه، ترغب ان تهد الفستان ديالها شي عروس، ومكرهش انه الفستان هذا يكون من النصيب ديالي في لبسه في الزفاف ديالي ان شاء الله. على فكره قلتي لي الدعم الاسري، ان شاء الله السيد هذا اللي غنتزوج به، اللي خلاني انه نتزوج به من الحوايج اهم حاجه هو الدعم ديالو. ما بغيتش انه نتكاتب مع نتزوج به حتى نتاكد انه فعلا واقف معايا وباغي نكون في هذا الدوم، في هذا المجال الفني، بحال مثلا الرجل ندير باطميني بالعكس كيفتخر بهم. وهذا الفستان هذا تلقيتي هذه السيده، لا هذا موضوع اخر ديال السيد، فهمتي كيفاش؟ هذا خلي ملي غندير نتزوجو ضروري غندير عرس، يعني هذا موضوع اخر بوحدو. حتى هو كزاوي، لا حد قلتي لي فين لقيتي في واحد اللعبه سحريه. المهم، حتى انا قبل بين قوسين، حيت انا قبل كنتلاقى مع كاين شبان كيبغيو يتزوجوا، وانما معارضين نوعا ما، كيكونوا معارضين هاد المساله هذه انهم يدعموني ويكون عندهم عادي. مثلا حيت اغلب الناس اصاله، اي وحده كتكون متزوجه بواحد عنده عادي، حيت عادي مجال الفن انا كنشوفه شي حاجه عاديه، هذا عمل وفي نفس الوقت شغف كنعيشو. الانسان كيعمل بالموهبه ديالو بحب وبشغف، ماشي انا نمشي نشتغل بواحد الحاجه ما عجبانيش بواحد الصالير قليل ونو. ما يمكنش. كيف قلت لك، هذا الفستان هذا الا كانت يعني انه بلقيس باقا ما نسقاتش مع شي عروس اخرى، يعني وانها تهديها الفستان ديالها، ما كرهش ان الفستان يكون من النصيب ديالي لبسو انا. كنت انا مغاربه تقريبا كاملين كتعجبو بلقيس فتحي، والانسان ملي يكون معجب بشي فنان ما كيكرهش، واخا غير سيلفي معاه يتصور معاه، اولا الامضاء ديالو. كنلقاو مثلا مارلين مونرو بزاف الناس كيبغيوها، اولا ليدي ديانا، كنلقاو انه الملابس ديالها، الفساتين ديالهم اولا الاكسسوارات ديالهم كيتبعوا في المزاد العلني، بحال ما كان الناس اللي كيكونوا معجبين بهم كيقتنيوا داك الفساتين ديالهم اولا كنقولوا كيشريوهم. مادام هذه كانت دعوه من بلقيس انها تهدي الفستان ديالها لشي عروس، سواء الفستان اللي لبسات في الزفاف او الفستان الثاني، حيت الفستان حيت انا تفرج في مراسم الزفاف ديالها، حيت هي كان عندها جوج فساتين، واحد لبساته واحد ما تلبسش لها لانه كان ما بغاش يتسد ليها، بحال ما قالوا من السحاب كيقولوا ما السحاب. المهم انا اي حاجه كانت من عند بلقيس شي حاجه كتعجبني، شي حاجه غتفرحني، لانه انا بصراحه العباره ما عمرني عشت حاجه زوينه في حياتي، شي حاجه سبيسيال في حياتي. بغيت انه ما كرهش انه فعلا نعيش واحد الحاجه مميزه في حياتي، وغادي نكون شويه مازال طماع، ما كرهش انا تغني لي حتى فارسي واخا غير 5 دقائق. فهمتوا كيفاش؟ حتى اي واحد كيبغي الفنان ديالو تامر حسني، هيفاء وهبي، انه يحضر العرس ديالو ويغني لي. واخا بنت شام كانت كتبغي، بغات هيفاء وهبي حتى تحضر ليها، راه ماشي بالضروره يعني بنت الشاب هذه، اي واحد كيبغي الفنان ديالو، كل واحد شنو كيبغي. مثلا انا بلقيس كتعجبني، وحتى هي كيعجبها المغرب، كتهضر باللهجه المغربيه، ما كرهش شي واحد مثلا
حتى درت اعمال مغربيه اوكي، ما كرهتش واحد اللي كيكون كيعرف بلقيس كيتواصل معها يعني دايركت، انه يقول لها كاين واحد عروس مغربيه ان شاء الله، ما كانت باقا ما نسقتش مع شي عروس كيف قلت لكم، انه تهديني الفستان ديالها غيكون شي حاجه زوينه بالنسبه لي، شي حاجه تفرحني. وعلى فكره الفستان انا غيبقى عندي، غيبقى كيتوارث من العروس، غيبقى لبنتي ان شاء الله، وغيبقى كيتوارث، فهمتي كيفاش؟ بحال شي فال زوين عندنا حنايا غيكون في العائله. على ذكر بلقيس دابا انتم غتقولوا غديروا دابا انتم في العنوان بالبوند العريض، ربما شابه عروس مغربيه ترغب بارتداء فستان، حتى هي اللي قالت الدعوه، فهمت، هي اللي قالت من خلال البرنامج انه الا كانت عروس عندها رغبه، هي حاسه انها عندها رغبه تهدي الفستان ديالها. ربما التحدث ديالك على الفنانه بلقيس يعني كتعتبرها مثلا قدوه ديالك. انا كنت كنظن انها هي ما عندهاش في الشيء المسار الفني ديالها، ما عندهاش شي خطا، المسار عندها زوين وكنت هضر مزيان، والاهم من هادشي كامل هو لوفون ديالها، الداخل ديالها زوين. انا كن الفنان كيعجبني بال كنشوف الداخل ديالو، الطيبوبه ديالو، مثلا تهيفاء وهبي، مريم فارس، كنشوف انه الفنان شخصيه كاريزما، وزائد يعني انه الشكل ديالو والفن ديالو، يعني الفنان خاصو يكون كامل ومتكامل. بطبيعه الحال بلقيس كنظن كاع المغاربه كيبغيوها، شي حاجه كتدخل للقلب كتعجب اي واحد. الختام، في الختام هو كنتمنى انه من خلال هذا المنبر ديال الاشواق انه يكون مرحب بيا. اسم القناه ديالك؟ اسم القناه ديالي هند غزاليه، الاسم ديالي انايا. بالنسبه للناس اللي بغا يشوفوا الفيديوهات ديال الرقص والفيديو ديال الغناء، وغادي نولي نحط مره فيديوهات طبيعه الحال، وطبيعه الحال نحط فيديوهات ديال الزفاف ديالي وما بعد الزفاف وهكذا. في الختام هو انه اول حاجه ديزولي على الصوت حيت مبحوح ضاربني البرد، حتى هذا ماشي صوتي. كنتمنى في الختام هو الدعم، اهم حاجه في هذه الحياه في اي مجال، في اي مجال، ماشي بالضروره في المجال الفني، في اي مجال هو الدعم، واخا يكون عمل عادي، الدعم ديال الوالدين، الدعم ديال الزوجه او للزوج. كنتمنى الدعم، كنتمنى من اي واحد عنده خبره في هذا المجال الفني، شي واحد بغى يكون مناجر ديالي او لا شي واحد بغى يكون مدير اعمال ديالي عنده خبره. مثلا مزيان تفكرت واحد المساله مهمه، حتى انا درت محاولات في هذا الشيء ديال مجال الفن، كان درت العام اللي فات واحد الاغنيه كانت عباره عن هديه واحد شخصيه معروفه في المغرب، بحكم يعني ما كاينش واحد السيوله ماليه العمل ما توج، ما درتش ليه فيديو كليب، خاص مصاريف التسجيل وهادي وهادي، يعني بقى هذاك العمل مدفون. كنتمنى يعني كنتمنى المهم ان غادي ان شاء الله تيسر الامور، داك العمل غادي انا ندير لي تسجيل وندير لي فيديو كليب، هذه كانت غير بين قوسين باش عارف انه الدعم راه كيلعب واحد الدور كبير. كيف قلت لكم من خلال هذا المنبر هذا، ما كرهتش يعني انه شي واحد اللي دعم من المغرب، هادشي اللي غنقول، كنتمنى نكون مرحب بيا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.